السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ كل سنة طيبين. ورجعنا لكم فيديو جديد، طريقة عمل المكرونة البشاميل. يلا حبايب قلبي نعمل لكم الفيديو، اعملوا لايك وشير وفعلوا الجرس يوصلكم كل جديد. يلا بينا دلوقتي عندنا المكرونة بتاعتنا احنا سلقينها اهيت. كلنا عارفين ان احنا بنسلق المكرونة ايه كويس. ادي المكرونة يا حبايب قلبي بعد ما سلقناها. واخدين بالكم انا عاملة مكرونة من الصغيرة على مكرونة من البشاميل، لانها بتبقى حلوه قوي الاتنين مع بعض. ودي طبعا عصقت اللحم المفرومه بتاعتي. اول حاجه نزلت بالبصل وعصقت البصل، وبعدين الثوم، وبعدين الشطه، وبعدين الخضره، وبعدين عصقت اللحمه وغطيت عليها. ودلوقتي يا حبيب قلبي البشاميل بتاعنا جاهز اهوت. كان انا بعمل البشاميل على طول وبحطه في الفريزر عندي بيبقى جاهز. والمره الجايه هنزل معاكم بطريقه عمل البشاميل لوحده في فيديو لوحده. ده البشاميل بتاعنا يا حبايب قلبي، مقادير البشاميل ان احنا بنمسك السمنه وبنسيحها، وننزل بعد كده بالدقيق ونقلبه مع بعض، وبننزل باللبن تدريجيا او شوربه زي ما بتحبوا. مسكنا البشاميل يا حبايب قلبي، نزلنا بيه على المكرونه زي ما انتوا شايفين، وبنقلبه كويس. نقلب البشاميل مع المكرونه كويس زي ما انتوا شايفين، عشان كل المكرونه تتمسك بالبشاميل وتبقى ايه ماسكه بعضها زي ما انتوا شايفين كده. وهحط حبه كمان لحد ما احس ان انا البشاميل كله اتقلب مع المكرونه وبقى كله مندمج مع بعضه زي ما انتوا شايفين كده. ودي المكرونه يا حبيب قلبي بعد ما قلبناها بالبشاميل. المكرونه دي انا بحب اعملها كده، اللي عايز بقى يعملها مكرونه بشاميل عادي، بس جربوا الطريقه دي بجد هتعجبكم. النوعين على بعض بتبقى عاطيه طعم جميل. يلا يا حبيب قلبي هنجيب الصينيه بتاعتنا ونحط فيها حبه بشاميل. اهي نزلنا بحبه بشاميل، وهنمسح بهم الصينيه بحالها من الجوانب والاطراف وكله بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، زي ما بعمل كده بالظبط. هنوزعها في الصينيه كلها اهي. بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. وكمان هرشرش حبه بشاميل كمان اهي. وبقت الصينيه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده يلا حبايب قلبي نجيب المكرونه بتاعتنا اهي، وبعدين ننزل بنص كميه المكرونه ونسيب نص الكميه التانية. ويلا نوزع المكرونه بتاعتنا في الصينيه بالتساوي، تكون متوزعه كلها زي بعضها، مش حته وحته، نكون موزعينها زي بعضها زي ما انتوا شايفين كده. الحته اللي هنلاقوها بقى مش معدوله نحط حبه مكرونه كمان ونظبط صينيتنا. هنظبط الرقه الاولى زي ما انتوا شايفين شكلها الجميل كده. ودي المكرونه بتاعتنا يا حبايب قلبي، دي الصينيه بتاعتنا بعد ما ظبطناها. ودلوقتي هنجيب بقى اللحمه المفرومه بتاعتنا المتعصجه، لحمه على بصل على ثوم على شطه على ايه خضره وبقدونس، وهنزل بيها ووزعها بالتساوي في الصينيه، في صينيه المكرونه على المكرونه. يلا حبيب قلبي نوزعها بالشكل الجميل اللي احنا شايفينه ده، وهنفرد اللحمة كلها في الصينية. نوزعها بالراحة وعلى مهلنا خالص، وان شاء الله تبقى مكرونة جميلة خالص زي ما انتوا شايفين. الطماطم يا حبيب قلبي نقطعها على الخلطة، مش ما نضربهاش في الخلاط، لما بنقطعها بتدي طعم احلى. ودي كانت يا حبايب قلبي رائت اللحمه المفرومه بعد ما فردناها على المكرونه. يلا نجيب بقيه المكرونه وننزل بيها. ودي بقيه المكرونه يا حبايب قلبي هننزل بيها على الصينيه، وبعدين نفردها كويس، وبعدين نقول لكم هنعمل ايه. ودلوقتي حبايب احنا بنفرد المكرونه اهي، نزلنا المكرونه وهنفردها بالتساوي على الصينيه. والاحلى من هيك. وكده يا حبايب قلبي اهو زي ما انتوا شايفين. اللي بقى عنده جبنه مفرومه، جبنه رومي اسفه، يحط جبنه شيدر، جبنه موزاريلا، بس انا مش متوفر عندي الجبن دي. اللي انا هعمله دلوقتي زي ما انتوا شايفين
اللي متوفر عندي دلوقت زي ما انتوا شايفين كده، ان هتجيب بيضتين واحط وهننزل، معلش اسفه، هننزل بالبشاميل على المكرونه، اخر حبه بشاميل هندهن بقى الايه المكرونه. وبعدين بقى ايه اللي عنده برضو، رجعنا نقوله برضو اللي عنده جبن هيحط على بعد الايه ما ندهن البشاميل ننزل بالجبن. بس انا اسفه ما عنديش، انا هعمل بطين وكده. انا بدهن البشاميل اهو على الصينيه زي ما انتوا شايفين. وكده الصينية بتاعتنا بعد ما خلصناها بقت بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. ودي الصينية بتاعتنا يا حبيب قلبي. يلا بينا بقى ايه نجيب البطين. معايا بيضتين اهم يا حبايب قلبي زي ما انتوا شايفين، هكسرهم وكده يا حبايب قلبي. البيضتين بعد ما كسرناهم هنقلبهم بالمعلقه، وبعدين هنزل برشه شطه حراقه على البيض ورشه توابل فراخ ورشه فلفل اسمر ورشة ايه كمون، وهنقلبهم مع بعض زي ما انتوا شايفين كده. وبعدين هنقلب كويس التوابل فيها، هتدي ريحة طبعا حلوة. وبعدين انا هنزل هنزل بقى بالبيض على الايه صينية المكرونة. بالراحة عشان نشربها كلها من البيض. ودي كانت يا حبايب قلب المكرونة بتاعتنا بعد ما نزلنا عليها بالبيض بالشكل الجميل كده. ويلا بينا ندخلها الفرن. ودي كانت المكرونة بتاعتنا حبايب قلبي بعد ما دخلناها الفرن. ويا رب لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير وفعلوا الجرس يوصلكم كل جديد. وكده المكرونة بتاعتنا بعد ما قطعناها، والف هنا والف شفا على قلبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.